السلام عليكم. قصة تقريبا بنشوفها بشكل يومي، هي قصة أم بتكون حامل في الشهر السادس أو السابع، بتحس بوجع جامد بينزل عليها مية، تروح تكشف مع دكتور النساء، يكتشف إن المية بقت قليلة جدا، يبعتها تعمل سونار، نكتشف إن فعلا المية بقت قليلة وإن بقى في قصور في الدورة الدموية للدم اللي رايح للجنين عن طريق الحبل السري اللي جاي من المشيمة نتيجة مشاكل في المشيمة، ونلاقي ان في نضوج مبكر للمشيمه، ده معناه ان ده حاجه منذره ان هيحصل ولاده مبكره. دكتور النساء ياخد قرار ان هي الام لازم تولد في اسرع وقت تجنبا لاي مضاعفات ممكن تحصل، وبالفعل الطفله اتولدت ودخلت الحضانه بس بالظبط ايام بسيطه عشان كان عندها مشكله في الرضاعه في البور ساكلينج زي ما بنقول، وبمجرد ما الرضاعه اتحسنت خرجت وبقت زي الفل وبتتابع بره كويس جدا جدا يعني. على مدار سنوات كتيرة في أشعاعات الأطفال والأطفال المبتسرين ومتابعتنا لعشرات الأمهات الحوامل، نقدر نقول إن أكتر من 90% من الأطفال اللي بيخشوا الحضانات بيكون بسبب قصور في الدورة الدموية في الدم اللي رايح للجنين عن طريق الحبل السري نتيجة مشاكل في المشيمة. بمعنى بسيط كده بنقول الطفل بقى مخنوق في بطن أمه، فدي معناها إيه؟ إن الطفل مخنوق في بطن الأم لفترة كبيرة، ده بيعمل تأثيرات كتيرة جدا جدا. لحسن الحظ ان في بعضها ممكن يتعالج ويخش الحضانه وبيخرج بعد فتره بسيطه، في بعض الاطفال بيحصل لهم تاثير على المدى الطويل، يتاخر في الكلام، يتاخر في الحركه، يبقى عنده مشاكل في التعليم، وللاسف نسبه منهم للاسف مش بتكمل وبتموت. ومن هنا نصيحتنا لكل ست حامل، ربنا يكرمك وتقوم بالسلامه ان شاء الله، نصيحتنا تابعي بشكل دوري سونار حمل مع طبيب متخصص في سونار طب الجنين بشكل دوري لحد ان شاء الله ما تقوم بالسلامه، ونتجنب حدوث اي مضاعفات للطفل خلال فتره الحمل وبعد الولاده. كل تمنياتنا بالشفاء والعافيه ان شاء الله. سلام عليكم.